عن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، هذا أحد المدنيين من تلاميذ مالك، قال خرجت ليلة يعني في المدينة بعد أن هجع الناس هجعة، هذا وقت نوم الآن وأكثر أهل المدينة نائمون، يعني خرج لحاجة له، قال فما مررت بمالك بن أنس فوجدته يصلي، قال فلما قرأ الفاتحة بدأ يقرأ لكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر، قال فلما بلغ قول ربنا سبحانه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بكى بكاء شديدا مالك، قال فجعل يرددها ويبكي، هذه الآية يقول هذا المغيرة، قال فشغلني الذي رأيت منه ومن بكائه عن الحاجة التي خرجت إليها، فمكث ينظر إلى مالك ومالك يردد قول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ويبكي حتى طلع الفجر وذاك ينظر إليه، فلما فرغ لما طلع الفجر صلى مالك وذاك رجع إلى بيته فتوضأ وصلى ثم ذهب إلى المسجد، فإذا مالك في مجلس، يعني متى تنام يا أبا عبد الله، متى تنام يا مالك، متى تنام في اليوم، ها أنت تدرس بالليل تصلي، متى تنام، والله أدركنا يعني الناس ما تدري متى تنام، أنت يعني تحسب نفسك تظن نفسك من الذين لا ينامون، يعني تنام 4-5 ساعات يمكن في 24، فإذا يعني نظرت إلى سير هؤلاء تجد نفسك من النوامين، لا أقول من النائمين لكن بصيغة مبالغة من النوامين